مرحبا، موعد لقائنا الجديد من خلال منصة نخيل عراقي، وحلقة جديدة من نون. نون المليء بالمعرفة اللي يتكلم مع نسائنا العراقيات في كل مكان من خلال هذه المنصة اللي مآمنة تماما بمحتواها الثقافي والمعرفي المهم. اليوم راح نتكلم، دائما مطلوب من المرأة انه تقول نعم، والمرأة تكون حبابة ومطيعة وتسمع الكلام، والمرأة لازم أبدا ما تسوي أي شيء بمخالفة إلى مفهوم العلاقة الزوجية. حتى من هي صغيرة دائما يقولوا لها لازم تكوني مطيعة وحبابة، المطيعة والحبابة، بغض النظر إنه هي مقتنعة بهذا الكلام أو غير مقتنعة. من دا تقول كلمة لا والنعم دا تقولها بناء على شنو؟ اليوم راح نعلمكم من خلال بعض الأمور البسيطة اللي لازم تفهمها المرأة، ليش دا تقول لا وليش دا تقول نعم، وش وقت تقول لا وش وقت تقول نعم. طبعا بالمحيط العام كلمة نعم كثير تخلينا نكون مستقرين نفسيا، وإحنا تطينا حضور وتطينا فعالية وتطينا ميدانية في الحياة، بما معناه أنه يكون لنا دور حقيقي في الحياة، لأن نقول نعم ونشارك بأي شيء. لكن الدائرة الأولى الكبيرة اللي هي المجتمع، مو منطقي نقول نعم بها دائما، لأنه إذا قلنا نعم دائما على الدائرة الكبيرة اللي هي المجتمع، معناته المجتمع مثالي ويتفق معانا ومع غيرنا، يتفق مع مزاجنا ومزاج غيرنا، وهذا الشيء مستحيل يصير. ننتقل إلى الدائرة الصغيرة، بما أنه إحنا ما رح نقدر نقول نعم للدائرة الكبيرة دائما، لازم أكو أشياء ما تقنعنا. الدائرة الصغيرة اللي هي العائلة، الأم، الأب، الأخوة، الأخوات، والزوج، الأطفال، المعارف، هذول ضروريين جدا، يعني أقصد الأصدقاء، أنه إحنا نشاركهم ويشاركونا، نقول لهم نعم على أمور معينة ويقولون نعم على أمور معينة مهمة، وهالشكل نكون إحنا مع بعض متفقين دائما وحاسين بدورنا الإيجابي في الحياة. لكن خلوني أجي أقول لكم المفاجأة، أنه إحنا إذا ما نقدر نقول نعم لا على الدائرة الكبيرة اللي هي المجتمع ونشارك، ولا على المحيط الخاص، وين دا تصير كلمة لا دائما اللي ممنوعين أصلا نقولها؟ لازم نقول دائما نعم وإحنا ما مقتنعين حتى على الدائرة الصغيرة. هنا حصير نعم نعم استغلال، والنعم دا نقولها في سبيل إرضاء الآخرين، وهنا النعم لازم ما نقولها، لازم نقول لا. هيقولوا لي احنا من نقول نعم مضطرين، لانه احنا ما عندنا حرية اقتصادية، احنا نتعرض للضرب، نتعرض للتعنيف، نتعرض للتنمر، نتعرض الى القهر داخل العائلة الواحدة من خلال سلطة الذكورة على الاناث، وبهالطريقة احنا ما نقدر نقول، نضطر نقول نعم. لازم تلقون حل وبديل، تلقولكم عمل، تلقولكم حرية اقتصادية، وتلقولكم منفذ اجتماعي يخليكم ما تقولون نعم في سبيل إرضاء الآخرين، وتقولون نعم في سبيل بطريقة استغلالية. ممكن أحد في العمل تظلون تقولوا له نعم، هو يستغلكم جسديا ونفسيا واجتماعيا، وحتى يستغل إمكانياتكم وطاقاتكم. ممكن تقولون نعم دائما للزوج بغض النظر عن تصرفاته وسلوكياته وقصوره بحقكم وبحق أبنائكم وبحق البيت والعائلة. وعليه أتمنى من الجميع إن شاء الله أنه يكونون فاهمين من عندي هذا الكلام اللي أنا دا أقوله. إذا توفر بالنعم شرطين أساسية، عدم الاستغلال والقناعة التامة وعدم إرضاء الآخر، نيجي هنا لما إحنا توفرت هاي الشروط بالنعم بس ما نقولها، نقول كلها لا خوفا وقلقا من ما قد نتعرض إلى. مثلا خلوا بنتكم تتعلم، لا نخاف عليها، خلوا بنتكم تطلع من هذا البيت مال الممتد وتروح تعيش مع زوجها في بيت مستقل، لا خلوا أولادكم يلعبون يروحون يسافرون يجون، لا لا، هالشكل راح تقفل حياتك. بما معنى اللا حتكون وقعها سلبي
جدا، لأنه راح تشيل حياتك، ومن يشاطر اللا معاك راح تقفل حياته أيضا. أنت لما تمنع أولادك من الدراسة، من اللعب، من الاختلاط، من السفر، من التواجد مع المعارف، وتوقف حياته، هو دي يقول لك، الطفل دي يقول لك نعم نعم نعم، وانت لا 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 للمحيط، راح تقفل حياتك وراح تقفل حياة أبنائك. ونفس الشيء هذا الموضوع لازم تدركه الزوجة، لأنه أيضا لما تمنع زوجها من كثير من الخطوات وكثير من التفاصيل راح يؤدي إلى أنه الزوج تنقفل حياته إرضاء لزوجته، وممكن هنا تبدي تتكسر أواصر العلاقة الزوجية، لأنه هو أكيد راح يشق طريقة في مكان آخر مع ناس يقولوا له نعم ويقولوا له لا، لكن بطريقة منطقية. أخيرا أحب أقول لكم شيء واحد، لازم نتعلم من نقول لا إحنا نقول نعم أيضا، لكن الميزان هو دائما نلقي بديل يخلي النعم اللي نقولها ما تعرضنا للاستغلال، وعندنا بديل آخر عمل نتركه نلقي عمل آخر، ما مضطرين إحنا نقدم كم من التنازلات في سبيل النعم ونكون خانعين والنتيجة خسارة كبيرة. ولما نقول لا قد نخاف على مشاعر الآخرين وما نواجههم بشيء ونقول لا، لكن بالنتيجة نتيجة هذه النعم اللي نقولها إرضاء لمشاعر الآخرين أو حتى ما نجرحهم راح ترجع وتزداد المشاكل ونوصل إلى صدع كبير. يمكن لو قايلين لا من البداية هواية أفضل لنا. أستودعكم الله.